اهلا بيكم. لما حضرتك بتروح تشتري اي حاجة من اي مكان في الدولة، حضرتك المفروض انك بتتمم عملية الشراء، اما ان انت بتدفع كاش او بتدفع اجل. يعني اما حضرتك بتدفع كاش موني او بتدفع بشيك مثلا او بتدفع على اقساط، وده الامر المتعارف بيه في السوق المحلي، او يعني لما بنتكلم على المشتريات في البيئة المحلية. اما في عالم المشتريات الدوليه او عالم الاعمال الدوليه فالامور بتختلف بحد كبير. يعني ايه بقى كاش اجينست دوكيمنت، او يعني ايه الدفع مقابل المستندات، ويعني ايه سويفت كوبي الخاصه بالبنك، يعني ايه هي الاجراءات اللي بتتم في عالم المدفوعات الدوليه، وايه هي اهم الالفاظ او العبارات المستخدمه في عالم المشتريات الدوليه. الحقيقه لما حضرتك بتروح تشتري في السوق المحلي الامر بيكون سهل وبسيط، لان المتغيرات بتكون واضحه. ان حضرتك لما بتيجي تسدد ثمن السلعه ممكن حضرتك تسدد يا اما كاش يا اما على اقساط، والامور بتبقى واضحه والثقه بتبقى لحد ما متوفره بشكل كبير، لانه حضرتك بتتعامل داخل حدود الدوله الواحده. اما على صعيد الاعمال الدوليه فالامر فعلا مختلف، لان كميه المتغيرات بتكون كبيره والاخطار بتكون كبيره كمان، وبالتالي ده بيحطنا قدام تساؤل كبير. ايه هي اهم العبارات والالفاظ المستخدمه في عالم التجاره الدوليه، وايه هي اهم الشروط وطرق السداد المستخدمه في عالم التجاره الدوليه؟ علشان كده لازم ان شاء الله نلقي الضوء بشيء من التفصيل على المدفوعات في عالم التجاره الدوليه. انا عبد الحفيظ الجبري، تابعوني بعد الفاصل مع روشتة بيزنس جديده. اهلا بكم مره تانيه. الحقيقه بنتكلم على الدفع او طرق السداد في عالم التجاره الدوليه، وانا بشوف ان في ناس الحقيقه بتخلط كبير جدا ما بين موضوعين. الموضوع الاول هو موضوع وقت السداد، والموضوع الثاني هو طريقه السداد. دول اهم حاجتين ممكن يكونوا مش معروفين قوي في عالم التجاره الدوليه، اللي هي اساليب الدفع والسداد. تقسيم أساليب الدفع والسداد بتنقسم وفقا لوقت السداد، وبتنقسم وفقا لطريقة السداد. الأول هنتكلم على وقت السداد، يعني إمتى هتدفع. لو حضرتك مستورد إمتى هتدفع، أو لو حضرتك مصدر إمتى هيدفع لحضرتك. خلاص خلينا في الأول نتكلم بصفة إن إحنا مستوردين، عشان خاطر الجماعة بتوع الاستيراد بس إيه ما يزعلوش، لانه في الاستيراد بيكون المساله صعبه شويه، كده كده في التصدير بتكون العمليه عكسيه وبيكون الامور مفهومه بحد كبير. يبقى الاول خالص هنتكلم على وفقا للتقسيم اساليب الطرق والسداد وفقا لوقت السداد. اما انه السداد بياخد عده اشكال وفقا لوقت السداد. الطريقه الاولى حاجه بنسميها السداد من خلال الحساب المفتوح او الاوبن اكاونت، والطريقه دي تكون مشهوره بشكل كبير جدا مع الموردين المعروفين بالنسبه لك كمستورد. حضرتك بتكون فاتح حساب في البنك، والبنك ده بيكون حضرتك مديله اوردر ان هو بس ما يوصله الفاتوره البنك يقدر يحول بشكل تلقائي على طول قيمه الفاتوره للمورد بتاعك بدون اي مراجعه من حضرتك. ده اسمه اوبن اكاونت. العمليه دي بتكون محتاجه ثقه كبيره جدا ما بين الثلاث اطراف، المورد والمستورد والبنك والبنك المراسل يعني. وبالتالي دي اعتقد يعني فيها مخاطره بشكل كبير، خاصه لو بتستورد من دول في زي جنوب شرق اسيا بيكون عندهم يعني القصه دي صعبه شويه. الطريقه الثانيه في وفقا برضو لوقت السداد اللي هو وقت دفع قيمه الفاتوره الخاصه بحضرتك. الطريقه الثانيه السداد المسبق او المقدم اللي هو الادفانسد بيمنت. الحاله دي بتصلح لما حضرتك بتكون بتتعامل مع مورد ويكون في ثقه برضو ما بينكم لحد كبير. بتقوم حضرتك بتحويل قيمه الفاتوره بعد ما بتطلب من المورد الفاتوره المبدئيه او البرفورما انفويس، بتطلب من البرفورما انفويس الفاتوره الاوليه يعني بتطلبها من المورد، بتكون محدده الاصناف والبنود اللي حضرتك يعني مزمع استيرادها او مقبل على استيرادها، وبالتالي بتشوف التوتال بتاع الفاتوره كام وبتقوم بتحويل توتال الفاتوره، بتدي اوردر للبنك، البنك بيقوم بتحويل قيمه الفاتوره. طبعا احنا لما نتكلم في الفيديو او يعني نتكلم في المحاضره الثالثه المتعلقه بخطوات الاستيراد
هتلاقي الموضوع ده بشكل متعمق وبشكل كبير جدا ان شاء الله. طيب يبقى احنا عندنا الطريقه الثانيه هي طريقه السداد المسبق او المقدم والادفانسد بيمنت، ودي بتصلح لما يكون في ثقه كبيره برضو ما بينك وما بين المورد وبيكون في خبره سابقه في التعامل معاه. وفي الحاله دي بيكون متوفر عند حضرتك بيانات البنك الخاصه بالمورد، وبتدي تعليمات للبنك الخاص بيك بان هو يحط قيمه الفاتوره الخاصه بالبضاعه اللي هتستوردها كمبلغ اجمالي في حساب المورد اللي هو المعطى لديك يعني. طيب دي الطريقه رقم 2. احنا لسه في التقسيم وفقا لوقت السداد. الطريقه رقم 3 السداد بعد الشحن. في ناس تقول ده deferred payment، في ناس تقول ده يعني صيغه ثانيه من صيغه السداد المقدم برضو، لانه في النهايه انت ما عزبتوش عبال او يعني ما خدتش منه بقسط او يعني ما خدتش منه ب ال سي مثلا، عشان كده يعتبر برضو ايه ضمن طرق السداد المقدم. لكن انا شخصيا مش مهم عندي التسميات، لكن المهم عندي قوي ان احنا نعرف الطريقه دي بتنقسم لقسمين. القسم الاول اما ان هو السداد بيكون مقابل المستندات، ودي هنعرفها. السداد مقابل المستندات اللي هو المورد لما حضرتك بتتفق معاه على البضاعه بتحدد قيمه البضاعه ديت وبتكونوا مستقرين عليها بشكل تام. بيكون المورد يعني بيكون قام بتصنيع الطلبيه الخاصه بيك وبيبتدي يجمع الطلبيه ويشحنها، وبعد ما بيشحنها بياخد بوليصه الشحن اللي هي البيل اوف ليدنج. بياخد البيل اوف ليدنج ديت بيعمل ايه بقى؟ بيجمع مستندات الشحن او بيجمع مستندات الطلبيه كلها او الرساله كلها، وبيقول لحضرتك دلوقتي المستندات جاهزه معايا، ارسلها لك على البنك، تبعت لي قيمه الايه؟ قيمه المستندات، قيمه المستندات كامله اللي هي بتكون بقى ايه؟ قيمه الفاتوره وقيمه مصاريف الشحن والكلام ده كله لو الشحن كان على المورد. طيب عشان يعني ما حدش يعني يحس بصعوبه في الكلام بالراحه، السداد وفقا ل بعد شحن البضاعه ان حضرتك يا اما بيكون السداد مقابل المستندات، المورد بعد ما بيجمع المستندات بيشحن لحضرتك المستندات على البنك، وحضرتك بتدي تعليمات البنك اول ما توصلك المستندات حول المبلغ الخاص الموجود في المستندات او الموجود في الفاتوره. دي اسمها ايه؟ كاش اجينست دوكيمنت، اختصارا بيسموها كاد. خلاص. طيب الطريقه الثانيه ان حضرتك اصلا بتكون بتتعامل مع المورد ده بالقسط، يعني بالانستولمنت كده، باقساط او دفعات، يعني ديفيرد بيمنت. يعني حضرتك بتروح عامل ايه؟ بتروح واخد قيمه الفاتوره وتخلص شحنتك وتمام، وتكون في معاد متفق فيه مع المورد ان انت تحول له قيمه الايه؟ قيمه الفاتوره. امتى بقى؟ اجل مثلا 30 يوم، اجل 60 يوم. دي الطريقه اللي هي رقم 4 من طرق الايه؟ السداد. يبقى انا الطريقه رقم 4 بنسميها الديفيرد بايمنت او السداد الاجل، ودي طبعا بيكون في ثقه كبيره ما بين المورد والمستورد، وبيكون باتفاق مسبق ما بين الطرفين بالتراضي، يعني ان حضرتك بتقول له والله بعد وصول المستندات او بعد وصول الشحنه بوقت معين انا هبتدي احول لك المبلغ. في ناس بقى بتقسمها مثلا يقول لك ديفيرد بايمنت مثلا 30 يوم 30 داي مثلا، او ديفيرد بايمنت 6 دايز مثلا، حسب ما حضرتك بتقدر تتواصل بالتفاوض مع المورد. الطريقه رقم 5 المزج ما بين اكتر من طريقه. يعني ايه المزج ما بين اكتر من طريقه؟ يعني في ناس مثلا تحول جزء كاش وبعدين تقول مثلا 50% كاش و 50% ديفيرد بايمنت افتر مثلا 30 دايز مثلا، افتر 60 دايز مثلا. خلاص. يبقى دي طريقه الطريقه الخامسه. او ان هو مثلا يقول له ايه؟ طب انا هحول لك مثلا ادفانسد بايمنت والجزء الثاني نحوله كاش اجينست دوكيمنت. دي طريقه ثانيه. يبقى انا عندي طرق السداد وفقا لوقت السداد بتنقسم الى 5 انواع. النوع الاول هو الاوبن اكاونت، النوع الثاني الادفانسد بايمنت، النوع الثالث افتر شيبنج ذا اوردر، النوع الرابع اللي هو ديفيرد بايمنت، النوع الخامس ميكس ما بين الاربع انواع. بنخش بعد كده على الطريقه الثانيه، طريقه السداد بقى اللي هو اسلوب السداد. السداد النقدي ان انا اسدد للعميل ده كاش،
اما ان انا اكون في بلد العميل، في عفوا المورد، اما ان انا اكون في بلد المورد ده ويكون معايا سيوله كافيه لشراء الطلبيه او الاوردر، وبروح مديله السيوله وانا واقف اعدله بالدولار كده كام المطلوب اتفضل، واخد منه الايصال طبعا، واخد منه البيانات اللي تامن لي الاوردر بتاعي. يبقى دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بنسميها الطريق من التحويل من خلال البنك، اللي هو ايه، البنك سويفت او التي تي. البنك سويفت هنا هو عباره عن لما حضرتك بتدي تعليمات للبنك ان هو يحول للعميل، بيصدر لحضرتك صوره زي الكربون كده بيكون مكتوب فيها اسم حضرتك وبيانات الفاتوره وبيانات الشحنه وكمان اسم المورد وبياناته وبنك المراسل اللي هو هيتم عمل الايداع من خلاله. السداد الآجل بقى اللي احنا قلنا عليه دي طريقة سداد برضو، لكن احنا في الأول احنا قلنا ايه يعني وقت السداد، انه ممكن يكون آجل 60 يوم 30 يوم مش عارف ايه، لكن اسلوب السداد او طريقة السداد ان هو يكون سداد آجل يعني ايه، يعني طريقة انا بتفق فيها مع المورد ان انا هدفع لك آجل خلاص، يبقى دي طريقة سداد. طيب يبقى انا كده دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه السداد مقابل المستندات، وقلناها في الايه، في توقيت السداد، ان حضرتك بتقول له لما المستندات توصلني انا هسدد لحضرتك قيمه المستندات او مقابل قيمه المستندات. الطريقه الخامسه السداد مقابل خطاب الاعتماد او عفوا خطاب الاعتماد المستندي اللي هو الليتر اوف كريديت او ال سي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتقول للمورد بتاعك انا الحقيقه مش هقدر اسدد لك كاش، انا لما حضرتك تخلص الشحنه وتبقى تمام تشحنها ابعت المستندات على البنك، هتلاقي في اعتماد مستندي مفتوح لحضرتك هيحول لك المبلغ ده مقابل الورق او مقابل الدوكيمنت. الموضوع ده بيتم اما ان هو بيتم سايت، يعني ايه سايت؟ يعني في لحظتها وقت ما البنك يطلع على المستندات ويتاكد من سلامتها يفرج للعميل للمورد عن قيمة المستندات كمال، او ان هو يكون اجل، او ان هو يكون له اشتراطات خاصة، ودي كلها هنعرفها في المحاضرة الخاصة بالال سي، هناخدها بالترتيب وبتأني لان موضوع الال سي او الليتر اوف كريديت موضوع يعني محتاج مننا جهد شوية عشان نفهمه، لان هو موضوع سهل في النهاية، لكن في النهاية محتاج يكون له تأصيل يعني بشكل ذو تفاصيل. يعني الطريقه السادسه حاجه بنسميها الاعتمادات التجاريه او التريد ليتر اوف كريدت، ودي بتكون عباره عن عمليات مبادله، يعني بتتفق فيها مع المورد بتاعك ان انت هنعمل عقد ما بيننا وما بين بعضينا، انا مورد وحضرتك مستورد مثلا، ان حضرتك هتورد لي السلعه بتاعتك وانا هورد لك السلعه بتاعتي مقابل في مقابل، وبنتفق على قيمه الفرق ما بين الطرفين هيتم سداده ازاي، اما يكون بالماينس او بالبلس حسب ما نشوف قيمه الفاتورتين ونقيمهم مع بعض، وبالتالي نتفق على طريقه سداد الفرق، هل بقى نسدده كاش، انا مثلا اصبحت مديون لحضرتك فسدد لحضرتك المبلغ، او حضرتك العكس مديوني فتسدد المبلغ بطريقه مختلفه. طيب دي كده وفقا لطريقه الايه، وفقا لطريقه السداد. يبقى انا في النهايه خدت طرق السداد وايه وتوقيتات السداد، وقلنا الطرق السداد عباره عن ايه، ست طرق. الطريقه الاولى السداد النقدي، الطريقه الثانيه التحويل البنكي، الطريقه الثالثه السداد الاجل، الطريقه الرابعه الكاش اجينست دوكيمنت او السداد مقابل المستندات، الطريقه الخامسه الليتر اوف كريدت، الطريقه السادسه الاعتمادات التجاريه. في النهاية حضرتك هتدمج ما بين الاثنين دول، لو حضرتك ادمجت ما بينهم هيطلع على حضرتك اساليب وطرق السداد مجتمعة، اللي هم ايه بقى، عبارة عن ايه، open account, advanced payment, cash against document, والletter of credit, او يعني ال LC, cash against document, بعدين ال trade letter of credit, بعد كده الـ deferred payment. دي الطرق وأساليب السداد في عالم التجارة الدولية. شكرا لطيب المتابعة، وإن شاء الله انتظروني مع الفيديو القادم مع شركة بيزنس وعبد الحفيظ الجبري.